حالة من الجدل في الأوساط الثقافية في مصر إثر قرارات بحظر ما بات يعرف بأغاني المهرجانات، مع منعها في المدارس ومناقشتها في البرلمان. دعوات قضائية أقيمت في المحاكم بشأنها بعد أن قررت نقابة المهن الموسيقية منع ما يسمى بمغني المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية والملاهي الليلية وغيرها من الأماكن العامة. قرار بررته النقابة بالقول إن هذا النوع من الأغاني يفسد الذوق العام، خصوصا أن أغلب مريديها من فئة الشباب، بل وباتت بحسب النقابة تهدد الفن وتشجع على الانحدار الأخلاقي. تقرير الزميل أحمد شوشة من القاهرة. صوت الشارع يطلقون على أنفسهم: إسلام فراولة، عبد الله كايزر، وكريم ديسكو. ينتجون أغنية جديدة من التي تعرف في مصر بالمهرجانات، رغم قرار نقابة المهن الموسيقية منع عملهم في أي من الملاهي الليلية أو المتنزهات العامة. المهرجان مفرض نفسه، فكده كده إحنا يعني لازم نشتغل. إحنا ده مرزقتنا وده أكل عيشنا وإحنا بنشتغل، يعني إحنا لازم نشتغل بغض النظر طبعا عن القرار اللي النقابة طلعته. إحنا بنشتغل في الشارع. قلنا 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 الحقيقة، قلنا 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 إيه. ويرى هذا الفريق أن قرار المنع لن يؤثر كثيرا على نشاطهم في تأدية المهرجانات. أول ما بدأت ما بدأتش في قاعات ولا في نايت ولا في ديسكو، بدأت في الشارع. وفي ناس كده خدت قرارات بعد ما مثلا ربنا كرمها بقت تشتغل في دارات وقاعات بس، وسابت نسيت الشارع، من الشارع ده هو الأساس. قرار المنع جاء بعد أيام من حفل باستاد القاهرة حضره عشرات الآلاف ليلة عيد الحب، وشارك فيه مطرب المهرجانات. اعتاد المصريون أن يستمعوا إلى أغاني المهرجانات في الشوارع وحفلات الزفاف، ومؤخرا في الفنادق الكبرى في مختلف المناسبات، لكنها الآن تنتشر أيضا في وسائل المواصلات العامة مثل الميكروباص وهذه المركبات المعروفة بالتوك توك. أغلب من يستمع إليها هم الشباب، وقبل أيام استطاعت أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال أن تصبح في المركز الثاني للأكثر استماعاً خلال أسبوع على الموقع المعروف ساوند كلاود. يشرط القانون المصري عضوية نقابة المهن الموسيقية كتصريح لممارسة العمل، غير أن القرار الأخير منع مؤدي المهرجانات من عملهم بما فيهم أعضاء النقابة. حتى لو عضو عامل وعمل أي مخالفة لازم يتوقف. هي المشكله في الكلمه اللي بتتقال. احنا بلد قيم وعندنا عادات وعندنا تقاليدنا وعندنا بنات وعندنا اخوات وعندنا امهات وعندنا زوجات، فلازم نخاف ازاي يخش الكلام ده بيوتنا. اعلان القرار اعقبه جدل واسع وقرارات حكوميه بمنع هذه المهرجانات في المدارس، ووصل الجدل اروقه المحاكم والبرلمان. المهرجانات حلو عادي، ما فيش اي مشاكل، يعني تتمنع ليه؟ قرار سليم جدا جدا. المهرجانات دي اوحش حاجه حصلت في تاريخ مصر كلها. انا ما بسمعش اغاني، انا بسمع قران بس. مزيكا جديده وحلوه، وبعدين اللي بيغنيها شباب، ده فارق يعني. مش هتلاقي واحد مثلا 60 سنه بيغني مهرجان يعني. فالدنيا حلوه يعني. مصر عرفت بثقافتها الغنيه والمتنوعه، واثرى فنانوها على مدار القرن الماضي الاغاني العربيه، بعضها ما زال يسمع يوميا رغم مرور السنوات. أحمد شوشة، BBC، القاهرة. نقاش الآن يدور بين الدكتورة منى الصبان مديرة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، أهلا وسهلا بحضرتك، ومن باريس الناقد الفني المصري الأستاذ طارق الشناوي، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة منى الصبان، السؤال البسيط ربما المبدئي هو: من الذي يحدد خط الذوق العام في مصر؟ ما فيش حد بيحدده لأنه عشوائي. طيب يعني لما يصدر العام قرار بقى عشوائي الذي يحدد، يعني لما يصدر قرار كهذا، ألا يعد ذلك تدخل أكثر من اللازم من الدولة في خط الذوق العام المصري؟ لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، عايزة أقول حاجة. طريقة الغنى دي والكلام اللي بيبقى بيغنوه ده صورة رائعة للانهيار اللي حاصل في المجتمع المصري. ما رأيك يا يعني أستاذ طارق؟ كل التطور. نعم أستاذ طارق، ما رأيك؟
طبعا بسلم الاول على الدكتوره منى ورايها طبعا يعتد به، هي يعني استاذه عظيمه. لكن انا عايز اقول ان القرار ده قرار متعسف، قرار لا يملك شرعيه لا قانونيه ولا منطقيه، وسيسقط مع الزمن. لانك انت الناس هي اللي غنت النوع ده من الغناء، وفي كل زمن هناك نوع موازي للغناء الرسمي بيبقى موجود بين افراد الشعوب كلها وبيغنى. وحتى الكبار من المطربين عملوا نوعيات بشكل او باخر فيها الحاله ديت، انما النقابه متخبطه، نقابه الموسيقيين طبعا اعني، في الاول قالوا لا، وبعد كده قالوا نعم، ثم قالوا هنوارب الباب شويه، ثم يقفلوه ويقول لك حتى الافراح لا يشاركوا فيها. انت تملك ازاي انك تمنع ناس تغني في فرح؟ ده العريس والعروسه والاب والام يقعدوا يرقصوا ويغنوا، انت تقول يغنوا ايه وما يغنوش ايه؟ دي مساله طيب. حاجه غريبه، ومين يغني ومين ما يغنيش؟ يا دكتوره منى، ايه ده؟ ما راي حضرتك فيما قال انت بتصادر راي الناس كمان. لحظه يا استاذ طارق، اتفضلي يا دكتوره منى. سلامي المربع الكبير ليك يا طارق. بس انا شايفه انه ده بيدعو المجتمع الى الانهيار اكتر من كده يا طارق. ده الاغاني دي فيها كلام ما يصحش يتقال، مش انه يعني ده بيعبر تماما عن التدهور بتاع الثقافة والانتماء والتعليم. الناس دي بتاخدنا وتنزل، ما بتاخدناش وتطلع. الكلام ده صعب جدا. ده انا حضرت مرة اوكا وأورتيجا في حتة في فرح، الحقيقه الناس كلها احتجت من الطريقه اللي بيتكلموا بيها. يعني ما يصحش الكلام ده يتقال. فما اعرفش انت على اساس ايه بتقول ده مش قانوني. لا ده قانوني. يا ريت يا طارق كان عندنا الطريقه دي في الافلام اللي هي كلها تهريج. طيب كلها تهريج وإيحاءات جنسية. طيب يا دكتورة، في وقت ما لما كان سيدتي الفاضلة لما كان مسرح الدولة مثلا يقدم مسرحيات روائع الفن المصري، لا أتحدث حتى عن روائع الفن العالمي، كانت هناك مسرحيات تجارية تعرض للإيحاءات الجنسية ولم يكن هناك منع. السيدة أم كلثوم في بداية حياتها، الست في بداية حياتها كانت تقدم الأدوار والتقطيع، وكانت هناك في بعض هذه الأدوار إيحاءات مخلة، وكانت ست يعني في زمنها. أحمد عدوية منع من أن يسجل في الإذاعة المصرية، وكان يسمع في أشرطة الكاسات في كل بيت تقريبا. فمن مرة أخرى، من الذي يحدد الخط الذي النزول عنه يعد غير لائق وغير هادف في المجتمع المصري؟ ما عندناش حد يحدد الخط ده خالص، ما عندناش. طيب. اللي بيطق في دماغه زي شاكوش كده يقوم يغني اللي هو عايزه. ما عندناش حد يخطط حاجه. احنا لو عندنا حد، عايز اقول لك، اولا ام كلثوم عمرها ما غنت، او انا على حد علمي ملهاش اغاني فيها ايحاءات جنسيه. طيب. تماما السيده ام كلثوم والحقيقه انا من عشاقها، يعني غنت الخلاعه والدلاعه مذهبي، دي ست ام كلثوم حبيبتي. ده ابسط حاجه ممكن تتقال. طيب يا استاذ طارق، هل من رد على الدكتوره؟ ان انا ما عنديش معلش مشكلة. انا بس بسلم. حاضر حاضر حاضر. انا بس عايز اكلم منى، عايز اقول لها حاجه. احنا مش اوصياء، ولا يوجد وصي على وجدان الناس. دي محاوله فاشله بتقوم بها النقابه هبه كده، وبعد شويه ستنتهي. عندما نصف هؤلاء انهم حشرات، انا بستغرب كيف للنقابه وكيف لكبار الموسيقيين يصفوا بشر انهم حشرات، وهم فقط اللي يملكوا الصح ويملكوا الغلط. طبعا كبار الملحنين والمطربين غنوا اغاني، يعني انا دكتوره اسفاف. ام كلثوم قالت، اتفضل يا استاذ. سيد درويش قال، بصي سيد حضرتك درويش قال، بصي بس عشان تعرفي الفرق. طب بس خلينا نسلم على خدك. محمد عبد الوهاب، ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ محمد عبد الوهاب قال فيك 10 كوتشينه. حضرتك ما تعرفيش، مش مشكلتي، ده تاريخ، يعني ده تاريخ. محمد عبد الوهاب غنى وقال الدنيا سجاره وكاس، وقال ايضا فيك معلش يعني. ولما بقول كده يعني مدام اول مره اسمع حكايه وغنى وموجوده في الاذاعه
فيك عشر عارف شف وغنى محمد عبد الوهاب ايضا فيك عشرة كوتشينا في البلكونه لعبنا عشرة انما برهان. اللي عايز اقوله حتى محمد فوزي في لحن يا مصطفى اللحن الشهير ده لغايه دلوقتي بيغنى. المقطع بيقول ايه؟ وانا قاعد في المسكي وكنت بشرب الويسكي. يعني عايز اقول كانت بتستخدم مثل هذه الالفاظ وعمرها ما كانت فيها جنوح. وبعدين فكره يقول لك بيدعو للشرب الخمر وللمخدرات. لو احنا فاكرين غنوة تخنوه اللي قدمها صلاح ابو سيف في اطار درامي في الوسادة الخالية كانت في الكباريه. يعني عبد الحليم حافظ لما حبيبته خانته راح الكباريه وكان بيسكر. ده عبد الحليم حافظ بقى. وكان ممكن يرتكب المعصية لان كان في ايضا فتاة ليل في الكباريه والناس خدت الموضوع ان هو لحظة طيب. حالة. ولكن يا استاذ طارق ايضا من وجهة النظر الاخرى كيف يمكن تربية النشأ او تعليمهم على ان هناك صور لا اريد ان استخدم لفظ يرجح اي وجهة نظر على الاخر، ولكن ان تقدم لهم انواع اخرى من الفن يمكن ان تذهب بهم الى توجهات تعلمهم الفن الكلاسيكي او روائع الفن المصري القديم او اتجاهات كلاسيكيه قد لا يعرفون عنها شيء. اوكي هو ده دور النقابه التي لا تقوم به. يعني تعمل مناخ. خليني هخلص وحضرتك هتقولي تعمل مناخ صحي يعني وانها تعرف انها لا تصادر تقدم الفن الجميل. عمرو دياب نزل بسي دي قريب جاب ايرادات اكتر بكتير من اغاني المهرجانات. ليه؟ لانه عارف يخاطب الناس. انا اتحدث عن سيد درويش وعن صالح عبد الحي وعن وعن كامل الخلعي وعن حتى الفن الكلاسيكي برضو لازم يتطور ما يقدموش حاجه بعيده عن الناس. اغلب الاغاني اللي بنسمعها للمطربين الذي نطلق عليهم ان هم مطربين من اللي هم فيهم رصانه بعيده عن الناس. عمرو دياب قدر يعرف الشفره، الراجل بقى له 30 سنه اكتر من 30 سنه بيغني. طيب. عرف يعرف شفره الناس. طيب نعود للدكتوره منى للرد لان هو برضه بس دكتوره منى اتفضلي. عايزه الخص حاجه، عايزه اقول حاجه. ام كلثوم ليها اغنيه اسمها انت الحب، مظبوط؟ مظبوط. دلوقتي في اغنيه اسمها بحبك يا حمار، انت ايه رايك يا طارق؟ هي مش من دلوقتي، هي من 18 سنه معلش بس برضو عشان نبقى منطقي. هفكرك شاديه من 18 سنه. شاديه غنت الحمار. لحظه بس عشان بس ندي برضو الدكتوره منى فرصه. لا هقول لحضرتك حاجه. لحظه بس يا استاذ طارق لو سمحت عشان الدكتوره منى برضو تحدثت قليلا. حاضر عشان خاطرك. اتفضلي يا دكتوره. اتفضلي. طب وانا خاطري لا يعني ولا لا؟ اتفضلي يا دكتوره، ما انا بقول حضرتك اتفضلي. اوكي اتفضلي. انا بسالك هو بحبك يا حمار من 18 سنه؟ من 2002 او من 2003 يا شيخ. لا انا مش دريانه. اصل الحقيقه انا لا ده انا يعني ايه بطلت اتعامل مع الاغاني دي خالص. انا الحقيقه علاقتي بالاغاني وقفت مع عبد الحليم حافظ لانه انا رافضه يعني من ساعتها من ساعه الاغاني دي وانا رافضه اتعامل طيب معاها. هو ده محور سؤال بالمناسبه يا دكتوره رافضه استوعبها. هل هو جيد ان نرفض تماما وجود امر واقع حولنا ونرفض التعامل مع مرحله كامله لانه يعني بالمناسبه يعني انا زي حضرتك بس هي الفكره. هل جيد ان نرفض تماما وجود امر واقع حولنا ونتعامل مع واقع نحن نختاره مثلا يعني نسد أذننا عما نسمعه في التاكسيات مش فضل. لازم ترفضيه بس في نفس الوقت يعني هذبيه يا طارق. يعني الاغاني دي موجهه لمين؟ ما الشباب اللي في المجتمع بتاعنا بيتاثروا جدا بالاغاني دي والطريقه اللي بتؤدى بيها. طيب. يعني انا مثلا بروح فرح ساعات اتفضلي. طيب يعني هل وضع مثلا قانون او تقنين او انه عدم ان تذاع في اي فرح او في اي مناسبه او في الراديو او في اي شيء هل ده سيمنع انها موجوده حولنا وتذاع ولا ايه؟ حبيبتي انا ما بحبش الابتذال ودي اغاني مبتذله بس هي مبتزلة. موجوده ستكون موجوده في التاكسي يعني وسكون يعني مثلا هناك موجه على الاف ام يا دكتوره منى اسمها شعبيات. هي موجة على الاف ام يعني قناة او محطة اسمها شعبية تذيع اغاني المهرجانات. بشوفها بسمعها. طيب يعني موجودة. عارفة
لا 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 ما اعرفش انا الحقيقه، انا مش برضو برجع اقول انا مش متزمته، بس مستوى المجتمع، المجتمع وانهياره بيفرز النوعيه دي، بتفرز يعني من هي المجتمع. انعكاس يعني، هي انعكاس لصور اخرى من المجتمع سواء المصري او غير المصري. طيب طبعاً. يا استاذ طارق، جانب اخر من المساله، شوفي عبده موتة عمل ايه في الناس. جميل، يعني هي انعكاس للسينما وللادب. يعني استاذ طارق، اذا القضيه مش قضيه الاغاني، هي قضيه السينما كله. والادب والسياسه والفن لا والاجتماع. لا كل حاجه، انا ما بتكلمش بس شيء. على الاغاني صح. طيب استاذ طارق، جانب اخر، طارق يوافقني في الكلام ده، اتصور جانب اخر من هذه القضيه هو البيزنس. لما نحن حاولنا الاتصال باحد المغنيين لهذه الاغاني، بس لحظه، طلب مننا $20,000. هذا يعني انه هذا الشخص المحترم يحصل على $20,000 للظهور في البرامج. هذا كمان جانب يباغي ان نناقشه. اتفضلي، ما رايك يا استاذ طارق؟ اتفضلي. طب حضرتك بتساليني، ماليش دعوه طبعا من فكره ان هو بيسوق نفسه ازاي. لو طلبتي المطرب رصين مثلا، لو تصورتي ان قدامك محمد عبد الوهاب، هيطلب رقم. يعني عايز اقول لك دي مساله ما تخشش كطرف في الحكايه، كل واحد يقدر هو يساوي كم مع نفسه. المساله عرض وطلب وقبول، لان ده بيزنس. هي بيزنس كمان يا استاذ طارق، لانه انعكاس الجوانب اخرى موجوده. ما هي موجوده، ما انا عارف. ما هو طول عمر المطرب والممثل بيسوقوا نفسهم، بياخد اجر. يعني عايز اقول الموضوع ده ما هوش له علاقه بالحكايه، ده موضوع تاني بعيد. انا عايز اقول سعد الصغير غنى من 15 سنه زي ما حضرتك قلتي، بحبك يا حمار. بس شاديه من حوالي 50 سنه غنت ايضا شي يا حمار، وكان وغنوه كتبها مامون الشناوي، شاعر كبير جدا، ده اللي كاتب مساك يا سلام وبعيد عنك، ولحنها محمود. يعني عايز اقول يا جماعه، يا منى، انا وقتي دهمني منى، انا اتصور ان ده حوار صحي. انا ضد فكره ان احنا، يا اساتذتي الفاضلين، انا اشكركم شكرا جزيلا، بس انا تخطيت وقتي بحوالي 20 ثانيه على 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 افكار الناس وعلى مشاعرهم. استاذ طارق الشناوي الناقد الفني المصري، فكره ان ننظر باستعلاء على تمام، انا وصلتني وجهه نظر حضرتك، بعتذر لك. ضد فكره ان ننظر باستعلاء على وجدان الناس ومشاعرهم. تمام. الناقد الفني المصري استاذ طارق الشناوي من باريس، اشكرك شكرا جزيلا، والدكتوره منى الصبان مديره المدرسه العربيه للسينما والتلفزيون، شرفتيني، اشكركما شكرا جزيلا. وشكرا لحضراتكم على تحملنا هذه الليلة، شكرا جزيلا لكم على مشاهدة العالم هذا المساء، أعود إليكم غدا في 6 بتوقيت غرينتش، تحياتي رشا قنديل، إلى اللقاء.